السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم باذن الله غنتقاسم معكم واحد ميني باغيت او لا خبيزات بواحد الحشوه غزاله غزاله بزاف، تجي في جميع المملحات ولا الفطائر. نتمنى ان شاء الله باذن الله تنال اعجابكم. وقبل ما نبدا الفيديو، فضلا منكم وليس امرا، ما تنسوش دائما تدعمونا بلايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ندوزو المقادير مع الطريقة التحضير. البنات، بالنسبة للمقادير عندي 500 غرام ديال الطحين الابيض، يعني الفورس بيض ويكون مغربل. عندي معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة. عندي جوج معلقات من بودرة الحليب، عندي يعني الحليب المجفف. عندي معلقة صغيرة ديال الملحة. عندي معلقه صغيره ديال الخميره. عندي نص كاس ديال الزيت. الماء حسب الخليط. بسم الله. تندير العناصر كلها البنات. بالنسبة للبنات قلت لكم نص كاس ديال الزيت، سمحوا لي غلط، نص كاس ديال الزبدة دايبة. تنعجن العناصر كلها مزيان، تجمعها بالماء، دائما الماء حسب الخليط. تتسلك بحالها بحال الخبز. البنات اللي بغات دير شي منسم بحال هكا زعتر ولا شي شويه ديال الابزار، يعني اللي بغات ممكن، انا ما درتوش. بالنسبه للعجينه ما تخصهاش تكون جاريه بزاف. البنات كي تشوفوا عجنتها مزيان، لكتها بزايد، تصبحت لينه بهذا الشكل. بالنسبه للبنات العجينه ديالها يعني تبارك الله غزاله، تتخليوها ترتاح شويه على ما نوجدوا الحشوه، وكل ما ارتاحت العجينه كل ما تزيد زيان. بالنسبه للبنات اللي بغات تكتفي غير بهاد لاباط هذه وديرها عباره عن بتي باغيت او لا ليبول على حسب اختيار، يعني لي بريوش صغارين هما مالحين وتعمر الحشوه، اللي بغات خفيفه حتى هما تيجيو فني، يعني واخا ما تعمروش الحشوه تكون بزايد حتى هما تيجيو رائعين. يعني العجينه يعني هي اللي تزين كل شيء. بقاو معايا على ما نوجد الحشوه ونخليوها ترتاح. البنات بالنسبه للحشوه عندي شويه ديال الزيت البلديه، عندي معلقه كبيره ديال الزبده اللي نشحر بها العناصر اللي عندي هنايا، عندي ثومه، عندي جوج دريسات كبارين ديال الثومه درتهم البنات هما الواله. انا غادي نذكر المقادير ومتسلسله بطريقه التحضير مباشره. عندي الثومه، غادي ندير وريقه ولا جويجه ديال ورق سيدنا موسى، نزيد عليهم مليحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السودانيه حسب الذوق، اللي ما تيبغيهاش ما يديرهاش. نزيد عليهم البنات بصله مفرومه، نشحر العناصر مزيان حتى تنزل. البنات من بعد ما تشحرات لي شويه البصله مع التوابل اللي ذكرت والزبده والزيت البلديه وورق سيدنا موسى، غادي ندير مباشره شامبينيو طري، يعني الا ما كانش عندكم توفر ديروه المعلب. بالنسبه للحشوه البنات على حسب القياس اللي يمكن لكم تدخلوا في العدد ديال يعني الحشوه اللي مطلوبه عندكم، يعني دائما الحشوه تصبح مركبه، ما يمكنش تقولوا القياس بالذات على حسب اللي موجود. ممكن ديري 100 غرام، ممكن ديري قل، ممكن ديري اكثر على حسب اللي موجود. بالنسبه للبنات اذا كان شامبينيون طري مزيان، ما كانش طري ممكن تحيدوا ديك الجديده اللي تكون فوق الفوقانيه. وبالنسبه للنار تتكون ضروري مجهده باش ما تقلقناش الماء. الماء يعني البصله اذا كانت العافيه عليها مهيله تطلق الماء، دائما العافيه تتكون النار تكون مجهده باش العناصر كلها تتشحر مزيان
وما تقلقناش النار، ما تدوزناش الطويل فوق النار. من بعد ما تشحرات لي العناصر اللي تشوفوا قدامكم، غادي ندير نص فلفله حمراء ونص صفراء، بحكم ان هاد الاشكال ديال الفلافل تتكون الاحجام ديالها كبيره، درت غير نص نص. وغادي نزيدها على العناصر كلها وغادي نستمر بالتحراك حتى تخلط لي العناصر مزيان وتا هي تشحر وتدخل لها كاع ديك التوابل اللي فيها. وبالنسبه دائما ملي تكون تشحروا ما تخليوهاش تزاد بزاف تطيب وكاع ديك الالوان كلها تتخلط وما تبقاش كاع باين حتى حاجه، دائما تخليو كاع كل شكل باين. البنات كذلك غادي نزيد نص يعني ربع صدر ديال الدجاج لانني سلقته بشويه ديال مسلوق شويه ديال المسيمات اللي هي ورق سيدنا موسى وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال البزار، ويعني خديت غير الصدر واحتفظت بالمرق. نوبه اخرى نعطيكم الطريقه ديال تحضير ديال المرق. بالنسبه للدجاج كي تشوفوا البنات قطعته قطع عاديه متساويه وضفتو على الحشوه اللي عندي. بالنسبه كي تشاهدوا بان المرقمه ديال الخضر اللي عندي هنا تطلقش كاع اللي حقاش تكون العافيه من هنا تبقى صايمه. البنات كي تشوفوا غادي نزيد نصف كاس من القشده الطريه. البنات اللي ما كانش عندها القشده الطريه الموجوده في الوحده اللي باغا تصوب الحشوه ممكن حتى تسالي الحشوه ديالها وتبرد وتضيف واحد الياغورت طبيعي اولا يعني الياغورت ديال اللي تكون فيه الجبن تكون مكوناته من الجبن ممكن تضيفه. بالنسبه لا كريم فريش تجي حتى هي غزاله، ما كانت شي ممكن تعوض ديالها بياغورت طبيعي اولا الجبن اللي قلت لكم، ولكن ماشي فوق النار حتى تحيدوها وتبرد عاد ممكن ديروها. كنبقى مستمره بهذا الشكل تحرك حتى القشده تتشرب كامله وما تبقاش كاع باينه. البنات كي تشوفوا من بعد ما بردات لي الحشوه كي تشوفوا بان الالوان اللي فيها تجي رائعه، ما بغيت ندير لا فلفله حمراء يعني فلفله حمراء غبره يعني خليتها هكا الالوان ديالها تبقى باينه. نضيف لها الفرماج الاحمر على القياس اللي بغيتو. بالنسبه للفرماج البنات اي قياس بغيتو ديرو قل ديرو اكثر. دائما كنتاكد ونعاود بان الحشوه يعني تتسمى حشوه مركبه تتبقى دائما على حساب اللي موجود وعلى حساب الرغبه ديال اي واحد. بالنسبه للبنات كتشوفوا هاد الحشوه ديالنا واجده خصني نخلطها. بالنسبه للعجينه بعد ما ارتاحت وفي نفس الوقت خمر واحد شويه باش تجي لذيذه بزاف غادي نقطعها على حسب الاحجام اللي انا بغيت. يعني بالنسبه للاحجام تصبح حتى هي البنات اختياريه، يعني ممكن ديروهم كبارين ممكن ديروهم صغارين. بقاو معايا على ما نكمل وعاد نعمرهم. البنات كي تشوفوا كورت العجينه ديالي تقريبا 50 غرام في كل وحده تقريبا. وبالنسبه للحشوه درت على هالشكل باش ما نتعدمش ملي كنت نجمعها. البنات كي تشوفوا تنطلقها بالتلاك تنديرها حتى بصيف.
هادوك درناهم على شكل لي باغيت، وغادي نديروهم على شكل خبيزات. حاولوا ما امكن باش ما يجوشي لاباط هنا غليظه بزاف. هانتوما شوفوا البنات، نجمع غير بشويه. ناس باش ما تجيش لاباط هنا غليظه بزاف وهنا رقيقه، حاولوا ما امكن تقادوها بيديكم وما تدخلوش العجينه هنا بزاف. نفس العمليه البنات. كي تشوفوا انني دهنتهم بالبيض كامل مع شويه د لاصوص الصوجا باش تحيد ديك الزفره د البيض وتعطي واحد اللون زوين. دهنتهم مزيان، درت لهم شويه ديال الجنجلة الابيض، وانتم دائما تبقى الاختيار ديالكم باش تصوبوهم. حاولت ما امكن انني شويه ندير لهم الزخرفه بالموس على حسب اللي بغيتو، وصافي نخليهم يخمروا مزيان وندخلهم للفران. بالنسبه للفران البنات، انا براسي دابا نطيبهم في فران عادي ديال الغاز، نخلي حتى يسخن مزيان ونطيبهم بحيث نطيبوا القراشل او الخبز او المهم العافيه تكون يعني متوسطه. بقاو معايا على ما يطيبوا ونوريهم لكم. البنات كي تشوفوا من بعد ما طيبتهم يعني حطيناهم الفطور كانوا هائلين. خليت هاد العدد باش نوريه لكم. بالنسبه للطياب طيبتهم في فران الغاز عادي. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا لاباط والحشوه تجي رائعه. وبالنسبه للبنات هاد الخبيزات كي تشوفوا يعني تيجيو لذاد بزاف، ونتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوهم غتجيو رائعين. ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في وصفه وحده اخرى، وتحياتي للجميع. شي كتيجيو الدخلاني ديالهم يعني لاباط ديال الباكيت يعني تجي زوينه بزاف وتيجي ولداد. وتبارك الله على الجميع البنات، ونتلاقاو في وصفه وحده اخرى. خليك في دارك تحمي بلادك وناسك وتحمي حتى راسك. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.